يعطيكم العافية جميعا. اليوم اخترت لكم سؤال كتير حلو فيه أفكار كتير حلوة وشامل أكتر من نوعية من الدروس، من الراديو أكتيفيتي، من دراسات الأتوميك نيوكليس. السؤال هو دورة 2004 الاستثنائية جي اس، السؤال رقم 4 اللي هو عم بيحكي عن الستادينج للجولد 7798. عم بلش السؤال بالجيفن، بدنا ننتبه للجيفن كتير منيح، يعني منطين المولر ماس للجولد 198 جرام بير مول، طبعا هون ناقصة شوي. افوجادروز نمبر، الالكترون، سبيد اوف لايت، طبعا كل هذا الجيفن يعني ما بيعطيني اياه من فراغ، اكيد له طريقة للاستخدام. عم بلش ببارت اي، ما في نص هون للسؤال، بلشت دغري ببارت اي. منطيني comparison between the density of gold nucleus and that of gold atom. احنا بنعرف انه الدنسيتي للنيوكليوس ثابته لانه بحكم انه بقلبها بروتون ونيوترون، والدنسيتي للبروتون والنيوترون معروفه، والدنسيتي للجولد اتوم اللي هي تيجي بالمفاهيم العامه هي اصغر بكتير من الدنسيتي للنيوكليوس. فندرس بهالسؤال بارت اي اول شيء شو العلاقة بين الدنسة للأتوم والدنسة للنيوكليوس. أي اللي أول بارت calculate the mass of gold atom. طب هات لنشوف شو معنى given. لما يقول لي بده الماس للجولد أتوم، للأتوم الوحدة، ممكن أجيب له أنا الماس عن طريق بارت A. بارت A 1 بدي الماس لل 1 اتوم من الجولد. كيف بجيب الماس للون اتوم من الجولد؟ انا اللي بعرفه انه في رول بتقول النمبر اوف اتوم بتساوي الماس على المولر ماس ضرب افوجادروز نمبر. ليه انا عم بفكر هيك؟ لانه منطيني افوجادروز نمبر، منطيني مولر ماس، بدي النمبر اوف اتوم للجولد اتوم هي وحده، بدي الماس للوحده، فممكن اعكس هاي الرول. شو اقول له؟ اقول له الماس للجولد اتوم تساوي مولر ماس ضرب عدد الاتومز على افوجادروس نمبر. مولر ماس كان حسب الجيفن 198، بدنا نلزم بالجيفن طبعا. الاتومز عددهم اللي انا عم بفتش على وزنهم هي واحدة، 1 اتوم من الجولد، انا بدي الماس للوحدة. والافوجادروز نمبر كان منطيني اياه كمان جيفن 6.022 × 10 to the power 23. فبطلع الماس للجولد اتوم هو عبارة عن 32.8 7 9 × 10 to the power minus 23 جرام. ليه جرام؟ لأنه طبعا عندنا هون جرام بير مول وهون بير مول، فايبته مع هاي فبتطلع عنا بالجرام. طبعا لنحولها لكيلو جرام، بس على نضربها ب 10 to the power minus 3 بصير 32.879 × 10 to the power minus 26 كيلو جرام. هاي عنا أول بارت جبنا الماس لون أتوم من الجولد. بارت الثاني بارت بي للون بي، compare the mass of the gold atom with that of its nucleus. إس الماس للنيوكليوس بعطيني إياه جيفن، يعني هلاقيه بالجيفن هي هون الماس of gold nucleus، لأنه كل الجيفن اللي بعطيني إياهم بالماس هن الماس للنيوكليوس مش الماس للأتوم. فالماس للجولد نيوكليوس هو 197.925 مية للأيو نيوكليوس هو 197.925، بس كان يو طبعا أنا لازم لأقارن إنه يكونوا نفس اليونت، لازم أحوله ضرب 1. نلزم بالتحويل بالضبط 1.66، لأنه أحيانا بعطيني إياها 67 times 10 to the power minus 27، فبطلع الرقم
32.855 32.855 times 10 to the power minus 26 كيلوغرام. فإذا قارنا هلأ الماسز بيطلع الماس للجولد، الماس للجولد أكبر بشوي صغيرة من الماس للجولد شو النيوكليس. يعني أبروكسيمتلي فينا نقول إنه الماس للجولد أتوم أبروكسيمتلي إيكوال الماس للجولد النيوكليس. طبعا هو إجباري يكون في فرق لأنه في ماس للإلكترون، في بايندينج إنرجي إتسترا، في كتير أمور زي ما بقول ممكن تأثر على بين وزن الأتوم ووزن النيوكليس. طبعا النيوكليس بتمثل تقريبا 99% من الأتوم، فعشان هيك إجباري يكون وزنها تقريبا نفس من وزن الأتوم. هاي خلص بارت A B. هلأ بارت 2 بقولي the average radius of atom of gold atom، منطين الراديوس للأتوم مش للنيوكليس، للأتوم. بارت 2 منطين الراديوس للجولد أتوم يساوي 16 times 10 to the power minus 12 متر، ومنتين الـ average radius of a nucleon، nucleon اللي هن جويت للنيوكليس، هي r 0 12 times 10 to the power minus 16 متر. يعني منتين الـ r للأتوم 16 times 10 to the power minus 11 متر، ومنتين الـ r 0 لكل نيوكليون بقلب النيوكليس هي 12 times 10 to the power minus 16 متر. طبعا هو بيعطيني ال R0 تاعت النيوكليون بس كرمال اجيب الفوليوم للنيوكليس، او كرمال اجيب يعني هو اكثر شيء نستخدمه للفوليوم، وعشان الفوليوم نجيب بعدين الدنسيتي لانه هو السؤال بده الدنسيتي. فبقول لي هلا compare the density of gold atom with that of its nucleus و give a conclusion about the distribution of mass in the atom. فإذا بدنا نيجي نطلع الدنسيتي للأتوم، هات نبلش بالدنسيتي للأتوم. الدنسيتي للأتوم للجولد أتوم هي الماس للجولد أتوم على الفوليوم للأتوم. ولأنه الأتوم تعد سفير فالفوليوم لإلها 4/3 باي آر كيوب، والماس للجولد اتوم بالكيلوغرام طلعناه احنا هون اللي هو 32.879 ضرب 10 to the power minus 26 كيلوغرام. فبيطلع الدنسيتي 19.16 times 10 to the power 3 كيلوغرام بير متر كيوب، يعني تقريبا 19160. اما النيوكليوس density للجولد نيوكليس لازم اطلع اخذ الماس للجولد نيوكليس على الفوليوم للجولد نيوكليس. السفير رول للفوليوم شو بتقول؟ الفوليوم للجولد نيوكليس هو الماس نمبر ضرب في زيرو، والماس لل AU نيوكليس كنا مطلعينه قبل شوي بفرق قبل 32.855 times 10 to the power minus 26 كيلوغرام، وطبعا 32.855 على الماس نمبر كان للجولد هو عبارة عن 100، كان الماس نمبر 198 تايمز الفوليوم كان 4/3 باي، لانه كمان النيوكليون هو يعد سفير 12 تايمز 10 تو ذا باور ماينس 16 كيوب. فبتطلع بهالحاله الدنسيت للنيوكليوس 2.3 ابروكسيماتلي 2.3 تايمز 10 تو ذا باور 17 كيلوغرام بير متر كيوب. طب هون شو منلاحظ
بنلاحظ انه الدنسيتي للنيوكليوس اكبر بكتير من الدنسيتي للاتوم، يعني على مراحل اكتر من الدنسيتي للاتوم. معناته هون شو بنستنتج؟ معناته انه approximately انه 99% of the mass of the atom is concentrated in its nucleus. يعني تقريبا كل وزن الاتوم 99%، وكل المواد الموجودة بالاتوم يعني حتى الماتر ماس والبارتيكلز وال فينا نقول انه الماتر للاتوم كونسنتريت نيوكلياس، لانه الدنسيتي كتير عالي للنيوكلياس. هل ننتقل للبارت الثاني من السؤال اللي هو بارت بي؟ هاي احنا عرفنا قرنا الدنسيتي. هلا بارت بي كمان عم بدرس لي شغله ثانيه اللي هي الاستابيليتي اوف ان اتوم. فالاستابيليتي للاتوم منطينا اول شيء بارت 1A give the constituent of the nucleus 198 79 اللي هي تحت الجول، بدي مكونات للنيوكليوس. هسا بعض التلاميذ بتغلط بسؤال تافه مثل هيك، مش مشكله. السؤال هذا هو بده مكونات للنيوكليوس. النيوكليوس بقلبها بروتونز اللي هي 79، والنيوترونز اللي هي A ماينس Z يعني 192 ناقص 79، بيطلع عدد النيوترونز 119. Part B. If the golden nucleus is broken into its constituting nucleons. يعني هون عم بحكينا على البايندينج انرجي، لانه البايندينج انرجي اذا استخدمتها بتفكفك لي اياها النيوكليوس ل its individual particles at rest. Show that the sum of the masses of the nucleons taken separately at rest is greater than the mass of the nucleus taken at rest. Due to what is this increase? بقولي برهن لي انه وزن النيوكليونز، خلينا نقول الماس للنيوكليونز after separation. طبعا مين هن النيوكليونز؟ هن الزد البروتونز ضرب الماس تاعهم، زائد الاي ماينس زد اللي هن النيوترونز ضرب الماس تاعهم. طبعا الماس للبروتون والماس للنيوترون بيكون جيفن، يعني عندنا 79 ضرب، بنروح على الجيفن مباشرة على السؤال، عندنا البروتون الواحد 1.00728 يو بلس هون 119 تايمز 1.008 كانت للنيوترون 66، فبطلع الماس للنيوكليوس سيبريتلي، يعني بمعنى بعد ما فلتهم من قلب النيوكليوس كل واحدة لحال اترست 199.605 يو. الماس للجولد نيوكليوس كان عبارة، كان جيفن، كان 197.925 اللي هو أصغر من الماس للنيوكليونز. طب شو السبب؟ السبب لوجود شيء اسمه binding energy بين النيوكليونز بقلب النيوكليوس. هاي البايندينج انرجي لان وجدت is the cause of this decrease. يعني معناته انا في عندي جزء من الماس is transformed into energy، يعني الماس اللي مختفي بهاي المنطقة هون اللي هي 197 اللي هو نقصته من بعض، هو عبارة عن
ماس محول لإنرجي، هاي الإنرجي عبارة عن binding energy. وهيك بكون خلص الفرع اللي هو part B 1 2 أو 1 B. Part 2 بقولي knowing that the nucleus is considered stable when the binding energy per nucleon is larger or equal to 8 mega electron volt, give a conclusion about the stability of the nucleus of gold. طبعا هون بدي ادرس الاستابيليتي للجولد نيوكليوس. انا لا اقدر ادرس استابيليتي لاي نيوكليوس، لازم انا اجيب شيء اسمه اي بايندينج بير نيوكليون. هل هي اكبر من 8 ميجا الكترون فولت؟ اذا طلعت اكبر يعني ستيبل، اذا اصغر بتكون انستيبل. فاول شيء لازم اجيب الاي بايندينج اللي هي الرول اللي لها دلتا ام سي سكوير. وهون عندنا ملاحظة على الدلتا ام، الدلتا ام بحالة الاي بايندينج هي ماس للبروتون ضرب الزد زائد ماس للنيوترون بأي ماينس زد ناقص الماس للجولد نيوكليوس اللي هي جيفن بتكون. في ناس بيفكروا الدلتا ام هي دايما ماس بفور ناقص ماس افتر، وهذا غلط. بالبايندنج انرجي الدلتا ام بهالطريقه بتنعمل. طبعا هون عشان اوفر على حالي، انا كنت جايب جمع الماسز للنيوكليونز بالفرع اللي قبل، يعني ما في داعي نرجع نطلعهم مره تانية. كان طالع معي 199.605، وكان الماس للجولد جيفن 197.925. فاذا نقصناهم بيطلع باليو 1.6806. طبعا دغري بنضربها ب 931.5 عشان تتحول لميجا الكترون فولت بير سي سكوير. بيطلع الرقم، هات نشوف قد الرقم، بيطلع 1565.535.535 ميجا الكترون فولت بير سي سكوير. اللز بيونت الميجا الكترون فولت بير سي سكوير انه لما نيجي نعوضها بالانرجي، يعني 1565.535 ام اي في بير سي سكوير، اذا ضربناها بسي سكوير بس بتروح السي سكوير مع السي سكوير، يعني بيطلع شو ما طلع الدلتا ام بالميجا الكترون فولت بير سي سكوير هو ذاته حيطلع الرقم بالانرجي بس ام ميجا الكترون فولت. ميجا الكترون فولت. هاي جبنا الاي بايندينج، معناته ناقص بس نجيب اي بايندينج بير نيوكليون، يعني 1565.535 ونقسمها على 179، بيطلع الجواب 7.9 ميجا الكترون فولت اللي هي اقل من 8، معناته اي يو نيوكليوس از انستابل او نوت ستيبل، مش ستيبل لانه طلعت اقل من 8 ميجا الكترون فولت. طيب هالبارت بكون خلص، اللي هو بارت 2. هاي بارت 2، ننتقل للبارت اللي ورا. هلا بارت سي، studying the disintegration of gold in nucleus. هلا بدنا ندرس disintegration، يعني اللي فوق كله كان عبارة عن atomic nucleus comparison بال density stability، كله بدرس ال atomic nucleus. هلا radioactivity صارت. When a gold nucleus at rest disintegrate gives daughter nucleus mercury HgZa of negligible speed، يعني at rest يعني الكاينتيك انرجي للميركوري صفر. لازم هيسجلها عندي عشان قصة إذا طلب مني law of conservation بحالة من الحالات نعرف إنه الكاينتيك انرجي للدوتر اللي هو للميركوري، كاينتيك انرجي للميركوري صفر. بارت سي بعدين we are able to detect the emission of gamma، يعني عم بقول لي في عندي جاما الانرجي لإلها، معي جاما 0.412 ميجا الكترون فولت. وكمان بتا ماينس والكاينتيك انرجي لهم 0.824 تين الكاينتيك انرجي.
للبت ماينس هي 0.824 ميجا الكترون فولت. هو عم بيعطيني جيفن بعملية النيوكليير رياكشن او سير هاي العملية. Part 1, write the equation of this integration and specifying the law used. طلع لي الزد والاي تاعون الميركوري. فبكل بساطة هكتب الرياكشن. عندنا AU 198. طبعا انا عم باخد بس الاجوبة مباشرة كرمال يعني نوفر وقت احسن نضل نعمل كالكوليشن، ف يعني لانه نضلنا ننتقل من صفحة لصفحة فالا ما يصير في شوية خلل، فعم نحاول قد ما فينا دور ننتبه لهي القصص. ف 198 المهم بدنا الايكويشن للديس انتجريشن. 198 gives hg za electron جاما. طبعا هون بنضيف احتياط الانتي نيوترينو قبل ما نشوف اذا حيسالني عنها او مش حيسالني عنها. طبعا specifying the laws used اللي هن law of conservation of atomic number law of conservation of mass number. تطلع الزد معي 80 والA تطلع 198، فبتصير الرياكشن نفسها بس حتنشال الزد والA حتنحط 80 198. Part 2 أو Part A 2 specifying the physical nature of gamma. شو هي الجاما؟ وبعدين to what is the emission of gamma radiation. بقول يطلع لي ال nature للجاما وشو أو كيف إجت الجاما. أول شيء الجاما هي عبارة عن electromagnetic wave اللي هي عبارة عن فوتون يعني light. وكيف اجت الجاما؟ هي is due to the excitation او downward transition of daughter اللي هي الميركوري نيوكليس. يعني الجاما بتيجي نتيجة الـ de-excitation أو downward transition of daughter in nucleus. Part 3 show by applying the law of conservation of total energy the existence of a new particle accompanied the emission of beta minus. يعني بقول لي برهن لي باستخدام اللو اوف كونزرفيشن اوف توتال انرجي. هذا اللي كنت خايف منه من شوي انه نستخدم اللو عشان هيك حطيت الكاينتيك انرجي للميركوري هي صفر. فبارت 3 بي او اي اللو اوف كونزرفيشن اوف توتال انرجي خليني احط الرياكشن قدامي هي اي يو 79198 gives mercury 80198 plus electron زائد جاما. وهلا القصة كلياتها هي انه احنا عم نفتش على وجود هاي، فعشان هيك حنرجع احنا لأول السؤال هون شو نساوي فيها؟ نمحيها يعني زي كأنها مش موجودة لأنه هون بلش بده يدرس وجودها. فال law of conservation of total energy عندنا energy before summation لإلهم equals summation للإنرجي after اللي هي الإنرجي لل AU equal الإنرجي لل HG زائد الإنرجي للإلكترون زائد الإنرجي للجاما. بس هدول لازم يكونوا equal. فالإنرجي لل AU هي kinetic energy لل AU هي صفر زائد ماس للاي يو بسي سكوير
هون كايناتيك انرجي لل اتش جي اللي قبل شوي حكيت عنها انه حطيناها جيفن هي صفر بلس الماس لل اتش جي بي سي سكوير. الالكترون له كايناتيك انرجي وله ماس يعني له ام سي سكوير. الجاما ما إلها ماس فبس عندي انرجي للجاما، بنجمع كل شيء فيه ماس فام للاي يو بي سي سكوير ناقص ام اتش جي بي سي سكوير ناقص ماس ل الالكترون بي سي سكوير ايكوال ل الاي جاما زائد الكاينتيك انرجي للالكترون. خلينا نطلع اول شيء الجواب تاع سي سكوير اللي هو ام اي يو ناقص ام اتش جي ناقص ام الكترون ونقارنه مع الكاينتيك انرجي للالكترون والراديانت انرجي اللي هي للجاما. طبعا انا كان معي جيفن الماس بتاع الالكترون الماس بتاع الاي يو والماس بتاع الاتش جي كانوا جيفن، هاي الماس للالكترون هون الماس للاي يو هون والماس للاتش جي هون كلياته باليو بنقصهم من الاي يو بنضربهم ب 931.5 عشان تطلع بالميجا الكترون فولت بير سي سكوير وبنطلع الانرجي هاي بعد ما نضربها بسي سكوير وبنقارنها ب الاجوبه. طبعا الاجوبه حتطلع عنا على السريع حيطلع جواب من هون 1.351 ميجا الكترون فولت حيطلع اكبر من 1.236 ميجا الكترون فولت يعني جمع هدول الاثنين. فهون شو بنستنتج؟ معناته there exist a particle accompanying the emission أو beta minus emission. يعني في عندي particle تطلع مع ال beta minus emission هاي part A. part B give the name of this particle و C بده الانرجي لإلها. بكل بساطة بدنا اسمها لهي البارتيكل. طبعا البارتيكل معروفة شو اسمها لأنه بتا ماينس البارتيكل اسمها أنتينيوترينو والانرجي لإلها حتكون هي تنقيص هي الفرق يعني 1.351 ماينس 1.236 لأن طلعوا لأنه في فرق بيناتهم بالماس فتطلع الإنرجي لإلى 0.115. هيك بكون خلص بارت سي طلع لنا بس بارت 4. بارت 4 بحكم إنه ريلاتيفيتي فحيكون ملغي. يعطيكم ألف عافية، يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب وتنسوش الجرس كرمال يجيكم نوتيفيكيشن على الفيديو. يعطيكم وتصبحوا على خير.